ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب يكون بخير. اللهم امين. النهارده ان شاء الله اخترنا لكم عمل انتوا اخترتوه قبلنا. أيوة. في كذا حد علق عايز الاغنية دي تحديدا. وهي الاغنية الوحيدة اللي لحنها الاستاذ المرحوم سيد بكاوي. نعم. السيدة ام كلثوم. اغنية يا مسهرني. كلمات احمد رامي. ايوه. وان شاء الله هنتناولها يعني قدر المستطاع نحاول نعملها حلقتين او ثلاثة. لان هي طويلة طبعا. هناخد النهاردة ان شاء الله المقدمة والمذهب بتاعها وان شاء الله يعني. نعم. نكمل بعدين. طيب احنا مقامنا مقام الرصد. مقام الرصد. مقام الرصد هنقول النهارده من على مقام الرصد من مكانه من درجته الاساسيه من رصد على رصد يعني. طيب. هو يعني نقدر نقول ان هو سوزنك. الاساسي بتاعه سوزنك مش رصد اللي هو رصد يعني. هو يعتبر سوزنك رصد لانه من بدايه الغنى لحد القفله عامل الحجاز النووي. فيعتبر كده رصد السوزنك. يعني القفل في الاخر رصد السوزنك. مع ان المقدمه مش سوزنك. المقدمه الموسيقيه في مقام الرصد عادي. مقام الرصد والسوزدلار. لكن في الغنى اغاني السوزنك. الغنى كله سوزنك. وبعدين ما هو الباكج بقى كله على بعضه رصد. رصد. بالنسبه لنظريه الموسيقى الحديثه. فاحنا ما لناش دعوه بالفروع ده. احنا بنقول احنا الاساس اهم حاجه عندنا الاصل رصد. هم عندنا جنس الاصل ايه؟ جنس الاصل رصد. ويستخدم بقى اللي انت عايزه فوق بقى. بالظبط. وجيب حاجات جديده كمان من عندك. محدش هيقول لك مش مشكله. عادي. في الاخر احنا رصد. احنا هنلبي طلب الجماهير في انك انت تقول تقسيمه بقى في الاول كده نقول تقسيمه من الرصد بس تسلطن كده مقام الرصد سمعهم المقام الاول بعد كده تسلطن كده من قبل ما نسلطن قول ال تقول لهم استنى من الاول رايح جاي طيب مقام الرصد او رصد السوزنك نعم نص بمول واللا بمول والسي تبعي نعم طيب تقسم لهم بقى شويه رصد كده في السريعه طبعا في مقام السوزناك لما بيجي يقفل تحت على درجه الرصد بيستعمل حساس سي نص بمول نادرا جدا لما يستعمل حساس سي بكار لان السي بكار تعتبر في دليل السوزناك ومع ذلك الاجمل دايما بيقفل بيطعم بالسينوس بتاعت الرصد الطبيعي. طب امسكنا دول كده على حاجه. يلا. Thank you.
بس احنا ما اتفقناش على كده. احنا اتفقنا نجيب العرب اللي جوه اللحم. طيب رحت سرحت براحتك. يلا ما علينا. ذكريات نقول المقدمه حسن الاسمر ومجدي طلعت لازم دلوقتي تقول يلا جميل فكرني كده ونقول مع بعض. بسيط على فكره اللي عايز يحفظها برضو نقول له السولفيج بتاعها بسرعه كده. طيب كويس. دوسي 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 السولفيج يعني قدر المستطاع خصوصا انا مش مكتوب ولا انت معايا قدامي ولا حاجه انا بقول من الذاكره يعني انا بقى لانه انا ذاكرها انا اصلا من نوع ما بحفظش يعني. طيب هنخش بقى في اللقاء. ها اللقاء بتاع يوم من المره نقول لهم الصمبات خاص بالبارد كنت تا 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 كنت تا 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 كنت تا تا كده صح. اه ما ادري عادي الطبقه العليا يعني
وبعدين يقول دو سي لا سو دو سي لا سو لا سي دو 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 سي دو سي لا سو 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 لا سو لا سي لا سي دو رد سو لا مي سو فا مي دو سي دو ري دو سي لا هنا سي سي سو مول سي دو ري وبعدين دو سي مول ري لا سو فا عشان يسلم الصولو صولو الناي اللي هو ري دو ري مي فا مي ري دو ري مي فا مي ري دو سي دو ري مي ري دو دو سي دو ري مي ري دو 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 سي لا سي دو ري دو دو سي سي لا سي دو ري دو دو سي ري ويعني عيد تاني تي لا 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 الصولو ده رجع سي بيكار وطلعت اطعم طلعت عمل الصول نص بمول سوري عمل السي نص بمول انا مش مركز عمل السي نص بمول يعني لا سي دو 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 مي ري دو ري دو ري دو ري مي فا مي ري مي ري مي ري مي فا صول فا مي فا مي ري مي مي نص بمول اهي ري دو ري دو سي دو سي نص بمول سي لا سي لا صول لا رسمي بدون اي تعب ولا سوس دينار ولا سوس دينار المينوس ومول والسينوس ومول حلو يلا نقول بقى الحته دي نعم
نقول سولو على بعض كده؟ يلا نقول السولو. السولفيج في الغنى صعب جدا التركيز، انا يعني ما اقدرش عليه عشان يطلع بالشكل الكامل والمرضي مش هينفع، فانا همليكم بس الايه صوابع باينه اهي بالنسبه لعزيف العود هديك الخط العليق وهديكم الايه اللزم. اول الغنى بيقول ما خطرتش على بالك يوم تسال عن صدوري وبعدين في تاني مرة بتعيدها تاني واللازمه الموسيقيه بس هي اللي فيها السي بمول وام كلثوم بتغني بعد كده عادي. ويقول لي ما يعني ما خطرتش على بال وعلى بال. طبعا كل ده احنا في جنس الاصل راست. نعم. يعني مفيش تغير غير بس لمسه السي بمول في في في, في لازمه الموسيقى. لكن لم يتطرق الى النغمه الدرجه السادسه اطلاقا في الغنى لحد دلوقتي. وصلنا لحد الصول بس من الدور الصول يعني جنس الاصل. ده في الغنى. في الغنى. لكن اللازمه واصل للسبعه كمان، اي السي بي مول فوق. في اللازمه الموسيقيه واصل للسبعه. في المقدمه. لا انا بتكلم عن الغنى. الغنى؟ اللازمه واصله للسبعه. ده تحت. لا تحت. يعني اي سبعه المهم انه اي سبعه المقام فوق بقى تحت المهم اي سبعه تمام. ايوه بس احنا اتفقنا ان ده يعني ده الجنس اللي تحت يعني جنس الفرع من تحت وهي مجرد لمسه. ماشي حتى لو جنس الفرع من تحت ما هو برضه سبعه المقام. اوكي بس ماشي انا معاك ما فيش مشكله ما تختلفناش. ماشي الاصل اقوله ان محور الغنى كله
مركز فين؟ عرفت؟ فرنسا الاصل. اه بالظبط كده. عشان تنقله للمملة الجديدة. أيوة. أمال غلاوي حبك فين؟ صلني لازمة صلني وفين فين على القلب وعليا فاضية وفين حلاوة قربك فين؟ فين الوداع صلفا لازم اللي في النص بينهم صلفا بس مش فاضيين يعيد عشان يعيد مره ثانيه اللي اتقال. حلو. امال غلاوه حبك فين وفين حلاوه عليا وفين حلاوه غربك فين فين الوداع في حاجه ثانيه ممكن تتقال يعني هو كتصوير وكبلاغه
يعني مش شايف في حاجه مرتبطه، عندك حاجه مصر؟ لا انت في حاجه في الكلام مرتبطه باللحن محتاجه تعبير، بالتالي الكلام اصلا جميل باللهجه العاميه والموضوع واضح مش محتاج تفسيرات يعني. لا مش محتاج تفسير كمعاني، ولكن يعني انا بقصد اقول ايه، احنا دايما نقول ايه شوف هنا عمل كذا عشان كذا، بس هنا انا مش شايفه بصراحه. لا الموضوع سهل يعني. وبعدين عم الشيخ سعيد اصل هو واضح وصريح كل اموره، هو شغله اغلبه في فريحي يعني. وهو اصلا بطبيعته اصلا كان حتى كشخص كان مرح. كان مرح مش محتاج يعني، مش حاجه متغطيه، مفيش حاجه مش عارف ايه. لا كله واضح كله واضح يعني. اتمنى نكون وفقنا في تقديم الجزء الاول من يا مسهرني، وان شاء الله نتناول اتناولها معاكم بقيتها بقى، لان المايسترو هيسافر ان شاء الله بكره بالليل، واكملها ان شاء الله معاكم واحده واحده كده، وان شاء الله كده نشوفكم على خير. ويسامحوني بس على اخطاء، لان انا مش الذاكره مش جايه بسهوله يعني، فمش مشكله. ويسامحوني انا على السولفيج، موضوع الغنى والسولفيج ده صعب قوي على فكره. صعب ان اربطهم في بعض كده واركز يعني. هم فاهمين بقى الموضوع ماشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي يعني. طيب تحب حاجه؟ لا اي حاجه بقى. هو اشوفكم طبعا على خير ان شاء الله، كمان 20 يوم بقى ولا حاجه كده باذن الله. السلام باذن الله. وتكون الدنيا ظبطت، وما تنسوش بقى كالعاده الاشتراك في القناه. الله يحفظك يا عم. انا بالذات انا هقعد هنا لوحدي، كله مسافر وسايبني. ان شاء الله خير يعني. يلا نشوفك على خير ان شاء الله، ونشوفكم جميعا على خير باذن الله. السلام عليكم. الى ان نلقاكم كونوا في امان الله. السلام عليكم. مع السلامه.